يعاني سكان قضاء شط العرب والجزر الأربعة في البصرة من عدم توفير المياه الصالحة للاستخدام البشري، مما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بين الأهالي وفقدان مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. يصرخون من ظلمهم، فهم لا يملكون مياه صالحة للاستخدام. الأمراض الجلدية انتشرت بينهم بصورة كبيرة. المئات من سكنة قضاء شط العرب والجزر الأربعة شرقي البصرة يتظاهرون لتوفير سر الحياة، فالماء في مناطقهم بات صعب المنال. حرارة عالية، رطوبة عالية جدا، مضطرين نطلع تظاهرة من أجل ليس مطالب وإنما حقوق ومتطلبات حياة. اليوم ما الإسالة في قضاء شط العرب لا يصلح للاستخدام الحيواني، خصوصا في مناطق الجزر الأربعة والمناطق القريبة منها، بسبب سياسة الإهمال والتهميش وسياسة الإقصاء. اليوم الإدارة المحلية في قضاء شط العرب 18 سنة على الكرسي، وإحنا حالنا ماي مالح، خدمات ماكو. اليوم معاناة الماء المالح، الماء الخايس، صار من 2018 لحد الآن الأهل البصرة يصيحون الماي. إجت 4 تريليون بال 2018 انهبت منا ومننا. يا أخي وين هاي المبالغ؟ وين صرفت؟ قايم مقام صار له 17 سنة ما خطابه بشط العرب، يعني ماكو، مو سوشهم عمي. أنا هسه واحد يعطيني منصب طبعا أتشلب بيه. أراضيهم الزراعية تحولت إلى صحاري جرداء قاحلة. 500,000 نسمة يتعرضون للإبادة الجماعية كما وصفوها، فلا حلول حكومية تلوح بالإفق لإنهاء تسمم المياه وملوحتها. شط العرب قضاء زراعي، جرفوه سووه سكن. شنو على المود المحاصصة؟ غطي لي وغطي لك. أراضي زراعية جرفوها نخال وزراعة، والحد حسن يكون على المية المالحة. شط العرب الذي يحد إيران من جهة الشرق ويحتوي على أكبر المنافذ الحدودية في العراق وأكثرها حيوية تجارية، أما من جهة الشمال فتقع حقول مجنون النفطية، لكن هذا القضاء يقبع تحت التهميش والظلم منذ سنوات. قضاء شط العرب واحد من الأقضية الحدودية واستراتيجية، لكن أعين المعنيين لم تصل إلى هذا القضاء، فانتفض أهله منددين بالتهميش. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.